صراحة يعطيك العافية. أنا أسامة رضيش من شركة جلوبال لصناعة قطع السيارات. إحنا نشتغل على تطوير أنظمة وإكسسوارات للسيارات من خلال تصاميمنا وتعديلاتنا ونصنعها برا البلد. طبعا بسبب فيروس كورونا صار في حجر صحي في العالم ووقف كل شغلنا، لكن ظلينا مستمرين في الشغل وتطوير هاي المشاريع تبعتنا. واللي ساعدنا اكثر شيء هو مركز البي دي سي، مشكورين خلال برنامج انهض. البرنامج قدم لنا دورات تدريبيه مكثفه، خلتنا نعيد ونراجع كل البزنس موديل تبعنا. هذا الشيء طور مهاراتنا وطور كمان اداء الشركه. ومن خلال هذا الفيديو انا حاب كمان اشجعكم انكم تشاركوا هذا البرنامج، برنامج انهض، وتستفيدوا من هاي الدورات، تستفيدوا من الخدمات اللي بقدمها البي دي سي اليوم وبكره كمان بعد الحجر، يعني مش بس خلال فترة الحجر أفضل. كل شغف إنه نشوف مشاريعكم على أرض الواقع ونشوف نجاحاتكم ونجاح مشاريعكم. يعطيك ألف عافية.